أهلا وسهلا برشيدة طليب، عضو الكونغرس الأمريكي. أولا رشيدة بنت فلسطين، أنت كنت خلقانة في ميشيغان ولا خلقتي بفلسطين وجيتي على ميشيغان؟ في أمريكا. خلقتي بأمريكا؟ بس وين خلقتي بالضبط؟ بديترويت؟ بديترويت. كم عندك أخ وأخت؟ ما شاء الله 13. 13؟ أنت رقم 14؟ لا أنا الواحد، نمبر 1. أنت رقم واحد وكل ال 12 التانيين هني أصغر منك. يس نعم. رشيدة الفلسطينية الأمريكية اللي وصلت على الكونغرس، كيف هيدا الرحلة أنت عملتيها؟ كيف توصلتي أنك توصلي إلى عضوية الكونغرس الأمريكي وأنت فلسطينية أمريكية وبمقاطعة ما فيها كتير عرب؟ وأنا يعني تربيت أكثر شيء مع السود، وأنا يعني كثير بحس معهم، زي تربيت مع سيدي بكي حكي لي وأنا صغير شو صار فيهم في فلسطين وشو بصير فيهم في فلسطين. خاص مرات بسمع المعلمات في المدرسة كيف صار فيهم هم، عشان في السود في أمريكا غلبوا كثير زي الفلسطينيين، ممنوع يسكنوا في المطرح، ممنوع يشتغلوا في المطرح، من اليوم بتشوفوا الشرطي والبوليس يعني بيعملوا شو بيعملوا فيهم. والأسود كان يشرب من أنينة الماء، من الحنفية الماء اللي بيختلف عن أبيض، يمشي على الشارع باتجاه غير الاتجاه الأبيض. وأنا بقيت عمري 11 رحت على فلسطين مع أمي في المطار. أمتى؟ أي سنة هذه؟ أذني في الثمانيات، ورحت مع أمي في المطار، شفت كل الفلسطين في خط وعينا في اللاين، وثاني كلهم يعني إسرائيليز. فكرت في أوه ماي جاد، هيك بيعملوا في السوق. you know, أنا تعلمت الأفريكان أمريكان هيستوري هنا في أمريكا، كيف يعني تغلبوا، ممنوع اقعدوا قدام الباص، لازم ورا كثير. يعني يوم رحت على فلسطين زي روزا بارك، وقت طلعت على الباص بدها تطلع بدها الاسود بيوقف والابيض بيقعد. مزبوط. وخلص يوم رحت على فلسطين شفت شو صار في امي، وبعدين السيارات لو تشوف اللون السيارة، لوحة السيارة في اصفر، يعني معناته يعني بيقدروا يمرقوا على الحواجز. والازرق لا، ازرق يعني عندك less right، يعني ممنوع تروح هنا، ممنوع you know second class. yes second class. apartheid. مزبوط. وبعدين انا خلص فصل ربي. عنصري يعني بالعربي بيسموه فصل عنصري، يعني بين الإسرائيليين بيمشوا باتجاه والفلسطينيين باتجاه آخر أو بخط آخر يعني. وخلص يعني عشان أنا فلسطيني تربيت في ديترويت. ستك من نين؟ من فلسطين، في بيت عور الفوكس ما اسمها، بس أنا أبوي من بيت حنينة جمل القدس. وهم كوين ما شاء الله عنهم. شكت أمي في الويست بانك، بقولوها عند قريبة على رام الله على بيت عور الفوكا، بس هم بس 700 يعني 700 شخص في الفيلج صغيرة. وبعدها هي الفيلج موجودة؟ كان فيها شخص هلا 700 بقولوها. وهي ستي ما شاء الله عايشة، الله يشفيها يا رب. هلا وقت اللي صرتي أنت منبر بالكونغرس، عضو بالكونغرس، شو عملوا بفلسطين؟ يعني كاما من النوم وشافوا كل التلفزيون قدام، يعني مش مصدقين. بس يعني خوالي وخالاتي كلهم بقولوا من هي صغيرة بتدافع عن الناس. وأنا خلاص يعني بحس مع الناس اللي بصير فيهم كثير، يعني في الشغل وفي يعني أكثر إشي النسوان بشوف يعني كثير منهم بحس معهم يوم they get discriminated against or يعني بشوف متغلبين. في ناس كثير بيقولوا إنه وقت توصل رشيدة طليب على الكونغرس وبتقعد على كرسي عضو مجلس النواب، هني 435 بيمثلوا كل أمريكا، بدها تنسى فلسطين وبدها تنسى العرب وبدها تنسى أهلها. مزبوط. نعم أنا نسيت ما شاء الله. يعني يوم أنا قلت إن شاء الله بربح بدي ألبس ثوب أمي، عشان بدي الناس كلهم لبستي الثوب الفلسطيني تعول أمك أمي وحلفت اليمين عليه. هلا في ناس كتير قالوا إنه حلفت اليمين على القرآن اللي كان يملكه توماس جيفرسون. نو انا بس انه في كثير بالاعلام قالوا انه جبتوا القران تاع توماس جيفرسون وحلفتوا عليه. هل هو شو القصه فيها؟ نو انا جبت ماي اون قران، يعني انا جبت قراني الي بيكوز انا خلص اي سيد ذس از ا نيو ايرا، لايك ما بدي ارفع شو عمل هو، بدي ارفع شو انا عملت. هلا القران اللي حلفتي عليه اليمين وين موجود؟ في البيت.
في البيت؟ مش طلبوا منك بالكونغرس تحطوا بالكونغرس؟ لا ان شاء الله ما بيتضلوا. انا قلت لهم تحطوها في اللايبرري كونغرس موجود. ان شاء الله. طيب بدي اسالك، انت هلا اليوم عضو الكونغرس الامريكي، وفي اخبار انه انت يمكن تقودي مجموعه من اعضاء الكونغرس الى فلسطين المحتله، هل هذا المشروع مستمر في يعني بدي اروح على لا ان شاء الله احنا في جايين على فلسطين نشوف، يعني مش بس يعني كثير منهم بروحوا على فلسطين، بس بروحوا يحكوا مع الإسرائيليين بس even فلسطين الالكتد بكلها الحكومة الإدارة الفلسطينية. لا بدي إحنا لازم نحكي مع الناس في الـ في الـ في الفيليجز في زي في بيت عور، أنا بدي أحكي معهم، لازم نحكي مع الناس زي هيك زي ستي عشان نحس شو بصير فيهم. فبدي تاخذي ديليجيشن من الـ من الـ اي متى هذا بصير؟ ان شاء الله في الصيف. طيب شو علاقاتك اليوم مع العالم العربي؟ بدي تروحي تعملي زياره للعالم يعني بعض الدول العربيه؟ يعني كذا كل الدول العربيه؟ يعني بعض الدول العربيه. لا احنا بنقول الشام ان شاء الله باخذهم وين ما كان في الشام، بس الشام. في الشام عرفت شو الشام؟ الشام the region I always think of it as the region. الشام هو لبنان سوريا اردن وفلسطين. بدك تروحي على لبنان؟ انا رحت على لبنان قبل المره بس لا ان شاء الله، يعني انا حابب اعلمهم شو بصير في الشام، يعني هذا الشام to me is we're always been like to me one country in my mind. بس انا حابب يعني الناس يشوفوا الميدل ايست اكثر ما مهم يشوفوا في الاخبار، بيهم يشوفوا الناس كيف يعني احنا كيف يعني عايشين. طب هذه بس كنت تروح بتاخذوا معكم صحفيين؟ ان شاء الله اهلا وسهلا. بتنسينا بس نروح نروح معك. بدي اسالك سؤال كمان عن علاقتك بالعالم العربي، وخاصه بالاخبار عم بيقولوا انه السعوديين المملكه العربيه السعوديه عم بيحاولوا انه يعني يتناولوكي لك انت والهان عمر زميلتك في المسلمه الاخرى بالكونغرس، شو صحه الاخبار؟ لا انا مش عارف الاخبار يعني مزبوط ولا لا، بس انا قريت زي كلنا قرينا يعني شو القصه، بس مش عارفين بالضبط ولا لا، مش عارف. انا عارف انا والهان عشان احنا بنواقف مع الفلسطينيين، بنكف مع اليمنيين يعني وبعدين احنا بنحكي عن السعودية مرات يعني شو بيعملوا ومش لازم يعملوا، لازم احنا يعني نحكي الصح واحنا عارفين يعني بدهم. هلا في مشروع قرار بالمجلس الشيوخ بالسنه لسحاب امريكا من الحرب في اليمن، هل انت بتأيدي هالقرار هذا؟ لا لازم احنا نساعد humanitarian efforts في اليمن، بس انا ما بدي احنا نساعد السعوديه شو بيعملوا في اليمن. احنا يعني انت ضد الحرب اللي بتشن المملكه العربيه السعوديه على اليمن، وطبعا تدخل امريكا لصالح المملكه العربيه السعوديه. يعني السعوديه how do you say play a role like احنا مش لازم نساعد السعوديه شو بيعملوا في اليمن. اي يعني شو صار في اليمن؟ هلا فيك تحكي كلمتين بالانجليزي وكلمتين بالعربي. I know but what's happening in بس برافو عليك عربيتك جيده يعني بعد شوي احسن اذا بتحب تشتغلي بصدى الوطن. انا بفهم اصلك ما بحكي بس لا عن جد يعني شو بصير في اليمن؟ يعني ما بدي امريكا كله احنا ما عملناش شيء ما ساعدناش، هذا غلط. احنا ما بديش احنا نكذب نكون ما عملناش. انا بديش استنى 20 years from now احنا نقول نأسف يمن احنا عملنا هيك. احنا لازم نقول مزبوط يعني هم الشعب اليمني عم بيعاني من الكوليرا ومن الامراض ولا ما بعرف ايش. مهم احنا بنكون حرام شو بصير في اليمن، بس احنا عندنا باور نكف ان بوش اجينست لايك ان نوقف السعوديه. احنا لازم نحكي، لازم يعني وي هاف تو ستاند وذ ذا يمني كوميونيتي باي سينج سعوديه يو كانت دو ذس اند وي ار نوت جوين تو يوز our resources to do it. If we resources اللي بتستخدم لمساعدة الشعب اليمني اللي هو عم بيعاني من الكوليرا ومن we're actually fueling the planes and everything. I mean Americans don't want to pay for this. They don't want to pay for children to die from hunger.
شكرا لك رشيدة. نحن بدنا منك بس وعدينا انه تيجي تطلع علينا بعض الاوقات ونحكي بالمواضيع اللي بتواجه الجالية العربية وكمان المجتمع، لانه في مثلا موضوع كتير مهم اليوم عم بيواجه الجالية العربية والمسلمة، هي على المطارات وعلى المداخل يعني الامريكا عم بتعذبوا العالم. مظبوط. خاصة بسموا تيرورست واتش ليست. مش بس هيك المسلم بان، يعني انا حكيت مع ناس كثير. It's really hurting us from people in Syria, people from Sudan, a lot of countries. هلا رفقاتك بالكونغرس بيحكوا معك بالمواضيع هذه، اللي بيسألوكي بهالمواضيع؟ يعني انت عم تثقفي، عم تعلميهم شو عم بصير، عم تخبريهم شو عم بصير بال نو كثير بحكي معهم. انا دائما مبسوط وبضحك وإشي، بس عشان بدي اياهم يشوفوني يعني don't be afraid, like I'm not going to always be into. بس نو دائما يعني بقول لهم اه هيك بصير في المسلم زكيت، انا سمعت هيك، انا محاميه وعندي كيس هيك صار فيا. And هم بيقولوا اه oh, I heard that. بس even the no fly list, did you know like Congressman John Lewis was on the no fly list? Yeah. There's you know Keith John Kennedy. Ted Kennedy. Yeah. احنا لازم you know انا دائما educate them because احنا بنفكر كلهم بيعملوا بيعرفوا كل شيء، ما بيعرفوا. بيعرفوش. انا دائما بحكي معهم، و مش بس هيك واحد منهم بحكي لي عن اشي عن فلسطين كلهم no that's not true, this is yeah. how yeah but no الحمد لله I'm glad يعني بيجوا علي وبيسألوني سؤالات وانا حابب يعني خليهم اعلمهم كثير عن شو يعني كيف احنا عايشين مش بس في امريكا بس شو احنا عايشين في البلاد. Yeah. رشيدة نحن نفتخر فيكي طبعا ونشكرك على اللي عم تعمليه واللي بدك تعمليه ان شاء الله، وان شاء الله نلتقي مره ثانيه. شكرا لك كثير. شكرا.